مشاهدين الكرام، يا هلا فيكم من جديد، ومعاكم لنرصد آخر التطورات والمستجدات في كل ما يخص جائحة كوفيد-19. مرحلة صعبة جدا يعيشها العالم بأسره، مرحلة غيرت معها كل أنماط وأشكال الحياة، مرحلة صار فيها التوتر والقلق عامل أساسي، مرحلة مجبرين فيها على التعايش مع عدو مجهول ما ندري من أي جهة قد يصيبنا بسهمة. نسأل الله العافية والسلامة. الكل يحذر من خطورة الوضع، والكل يحذر من أن الأمر مطول معانا وما ندري متى نهايته. أكثر من 120 ألف إصابة في البلاد، رقم مو سهل. كل يوم نرصد ما بين 700 و800 حالة، كما سجلت إحصائية وزارة الصحة اليوم حالتي وفاة، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. 121 حالة ما زالت في العناية المركزة. أما عدد المسحات فقد بلغ خلال 24 ساعة الماضية 5496 مسحة. وقبل ما نبدي حلقتنا نتابع معاكم هذا التقرير. بينما يلتزم ملايين الناس حول العالم بيوتهم ويعزلون أنفسهم عن مجتمعاتهم، ما زال الشباب يمرحون ويمارسون حياتهم بشكل شبه طبيعي في دول عدة. يبدو أن هؤلاء الشباب يعتقدون أنهم محصنون ضد المرض، لكن هل هذه هي الحقيقة؟ إذ كشفت معلومات طبية أن الشباب ليسوا محصنين أبدا، مؤكدة ما خرجت به بحوث سابقة. وكان العلماء قد لاحظوا أن الغالبية العظمى للمصابين بفيروس كوفيد-19 هم من كبار السن الذين يشكون أصلا من أمراض مختلفة، لكن علم الوراثة أصبح يولي الأهمية للأقلية من المصابين وهم من فئة الشباب ويمثلون من 4 إلى 5%. وطبقا لعلم الوراثة فالفرضية هي أن لهؤلاء المرضى عوامل وراثية تكون صامتة لحين التقائها بالفيروس، كما تسعى الأبحاث الوراثية المتعلقة بفيروس كوفيد-19 أيضا إلى تحديد خلفيات تنوع العوارض وكذلك قدرة بعض الأشخاص على مقاومة. فهناك ممرضون وأطباء وأزواج بعض المرضى لم يمرضوا ولم يتأثروا بالفيروس، إذ أوضح علم الوراثة أن الفرضية هنا هي وجود عوامل وراثية تجعلهم مقاومين للفيروس، وينطبق ذلك على فيروسات أخرى. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور علي خاجة، استشاري طب العائلة. مساء الخير دكتور. مساء الخير دكتور. في البداية، كما شاهدنا أن كورونا يفتك بالعالم، فكيف ترصد لنا الصورة من موقعك؟ ما زلنا في مرحلة الحمل، الفيروس ما زال ينتشر بمعدل كبير جدا في الكويت. نرصد حاليا اعداد كبيره بالنسبه للاصابات، والمصابين من كل الفئات العمريه، سواء كان من اطفال او كبار السن، من كل الفئات. فالوضع لا زال يحتاج تعاون بين السلطات الصحيه وبين المجتمع. نعم دكتور، الإصابات بالفيروس صارت تفتك بصغار السن والشباب أيضا، ما صارت تتهدد فقط من يعانون بأمراض مزمنة كما كانت التحذيرات في السابق، فهل باعتقادك هناك أسباب معينة لذلك؟ في بداية الأزمة كان الفيروس جديد، فالمجتمع الطبي كان يبحث في جينات الفيروس أو طبيعة انتشارها أو آلية العلاج. المجتمع كان متعاون، سواء كان في وقت الحظر او كان في التباعد الاجتماعي، اتباع التعليمات الصحيه. ولكن للاسف خلال الفتره الماضيه اكتشفنا ان عدم التعاون من افراد المجتمع، عدم الالتزام بالتعليمات الصحيه، التجمعات الكبيره، عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، عدم التزام بلبس الكمام، هذه الامور كانت من الاسباب الرئيسيه في اصابه العديد من الناس. يعني في الفتره الاوليه في بدايه الازمه كان المصابين سواء كان من عمليه الاجلاء في الدول خارج البلاد،
المصابين كانوا في بداية ما كان في أي معلومات على آلية التباعد الاجتماعي، التكدس العمالة في مناطق صغيرة، ولكن مع جهود وزارة الصحة مع التعليمات نزلت الأرقام في فترة معينة. الناس بعدها بدأوا نوع من التحدي، هل الفيروس موجود؟ ما التزموا بالتعليمات، ما التزموا في التباعد، قام الدواوين والتجمعات والأعراس، فهذا عمل طفرة كبيرة في الإعداد. نعم، وبدورنا دكتور أكيد نأكد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية حتى نتجنب الإصابة بهذا الفيروس الفتاك. دكتور، الإقبال كبير شهدناه هذه السنة على حملة التطعيم، فحدثنا عن أهميته وهل هو آمن خصوصا للأطفال؟ الوزارة توفر تطعيمات بصفة سنوية يتطعم في الفيروس الانفلونزا. هذا مو شيء جديد على المجتمع، وكان الاولويه حق كبار السن، ذوي الحالات الحرجه، الامراض المزمنه، امراض القلب، امراض الكلى، اللي عندهم امراض تنفسيه. الناس كانت متعوده على نوع من التطعيمات. ما في شيء جديد بالنسبه للتطعيم، ولكن حاليا مع وضع الفيروس كورونا صار في تنظيم للاشخاص اللي ممكن، يعني الشخص اللي كان مصاب بالفيروس كورونا خلال الشهر اللي فات او الشهرين اللي فاتوا، دائما نقول لهم لا تاخذ جسمك لحد الحين ما تاقلم مع الفيروس، فلا تاخذ اي تطعيم ممكن يسبب لك اي تعب زياده، ففي اولويه. طبعا اداره الصحه الوقائيه قاموا مشكورين بتوفير مفتشين، اطباء يحصرون المراجعين اللي اخذوا التطعيمات، وعلى حسب الفئات العمريه صار في اولويه عندهم. من اللي يفضل ياخذ التطعيم حاليا؟ من الفئات الاهم اللي لازم تاخذ تطعيم في الوقت الحالي، وتدريجيا يغطون المجتمع كله. من هي الفئات الاهم من كلامك دكتور؟ كبار السن، ذوي الامراض المزمنه، امراض القلب، امراض الكلى، امراض التنفسيه المزمنه، مقعدين بالفراش، المعاقين، يعني هذه الفئات اللي معرضين للالتهابات بكثرة وصعب عليهم الوصول الى خدمات، فالتطعيمات هذه تساعد تقوي الجسم وتقي نعم. من الفيروسات الانفلونزا الموسميه. نعم دكتور، في بعض الحالات تقول شعرت بالاعراض لكنها عالجت نفسها بنفسها حتى ما فكرت انها تقوم بالمسحة، او بتعبير ادق قد تكون المسحة تشكل عائق لها، هل هذا الشيء ايجابي ام انه سلبي؟ للاسف هذا الموضوع سلبي جدا. كطاقم طبي على مستوى العالم نكتشف يوميا اعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد. بداية الأمر كانت يشتكون من أمراض التنفسية أو أعراض تنفسية، بعدين انتقل اللي يقول أنا ما أحس بالطعم أو الشم، بعدين انتقل إلى أعراض أخرى. فالشخص اللي يشتكي من أعراض يقول أنا والله صار معي أعراض، أوكي شنو الأعراض اشتكت فيها؟ هل هي دليل على وجود فيروس كورونا؟ الوزارة كرست كل طاقتها في توفير أماكن مسحات بأعداد كبيرة، درايف ثرو في المحاجر في المستشفيات. نعم. ونحن كمان في نفس المراكز الرعاية الصحية الأولية نقوم بحصر الأشخاص اللي عندهم أعراض بسيطة ونرسلهم إلى المحاجر ثاني يوم لعمل مسحة. يعني جميع الأمور اللي تستدعي عمل مسحة سهلناها ووفرناها لكل أفراد المجتمع. نعم دكتور، الشخص اللي يشتكي انا والله حاسني اعراض وما راجعت، السؤال هل انت مستعد ان تشيل ذنب شخص نقلت له العدوى واصيب فيها ودخل عنايه مركزه؟ الوقايه خير من العلاج. انت لما الشخص يكون مصاب او عنده اعراض رجاء راجع مراكز صحيه، راجع الطبيب، خلينا احنا نقرر هل انت تحتاج. المسحه دقيقه جدا، وقد يعني قد تكون يعني الحاجز بين المرض وبين حالات الاصابه والوفيات والعنايه. يعني لما نكتشف المرض في البدايه العلاج متوفر، الاطباء يقومون بكل جهد لتوفير العلاج في احسن امكانياتهم. نعم
دكتور، حالة من التهور وعدم اليقين من خطورة الفيروس، وهذا طبعا ينطبق لدى البعض من الناس، فهناك من ينكر وجود الفيروس في الأصل، ماذا تقول في هذا الرأي؟ للأسف بعض المتنفعين في وسائل التواصل الاجتماعي أو المعارضين لإجراءات وزارة الصحة قد يقومون في نشر معلومات غير صحيحة. نعم. الفيروس موجود، انتشر على مستوى العالم، الكل قاعد يتابع إحصائيات العالمية، حالات الوفاة في كل الدول، كل من عنده واحد من أهله أو صديق في دولة من الدول والأخبار توصل له، طبعا القنوات توصل جميع الأخبار من كل دول العالم. الحجر الكامل في بريطانيا، في إسبانيا، في دول الخليج. ما اعتقد ان دول قد تعاني من مشاكل اقتصاديه ومنع السفر عشان والله فيروس مو متاكد. لا، الفيروس موجود وما زال الطاقم الطبي ومراكز الابحاث تعمل على مدار الساعه لايجاد اللقاح او الادويه المناسبه. الحالات اللي تم اكتشافها في الكويت مثل ما تفضلتي بمئات الالاف ومئات الاعداد يوميا يصابون، وحالات الوفاه ما زالت من كورونا. كل شخص اكيد عنده صديق او احد من الاقارب توفى من مرض الكورونا او فيروس كورونا. فالفيروس موجود لا محاله. المطلوب من الناس ان اتبعوا الارشادات الصحيه، اتبعوا النصائح اللي تصدر من وزاره الصحه. احنا ممكن نوقف الفيروس بالتعاون بين الجهات الصحية وبين الشعب. لا يمكن أن أنا أنصح شخص والشخص يقول لك لا والله حتى الكمام ما أبي أستعمله، أو أن أطلع ما ألبس الكمام طريقة صحيحة. هل قطعة القماش البسيطة هذه قد تحميك وتحمي العالم؟ نعم دكتور، قواكم الله. كيف لنا نحن كأفراد في المجتمع أن نساهم في رفع الإنهاك عن المنظومة الصحية اللي صار لها قريب السنة وهي تعمل بأشهر متواصلة في محاربة هذا الوباء؟ الكادر الطبي استهلك بالكامل، ولكن ما زلنا نعمل جاهدين على مدار الساعة لنوصل الخدمات الصحيه حق الناس. اللي مطلوب من الاخوان والاخوات في المجتمع التزام بالتعليمات الصحيه. البس الكمامه، ابتعد عن التجمعات، حافظ على التباعد الاجتماعي. الامور بسيطه جدا، الامور جدا جدا سهله، حمايه لك ولاهلك وللاحباء. إذا كان الموضوع أن عدم توفر المواد، أعتقد حاليا جميع المستلزمات الوقاية متوفرة في جميع المراكز، سواء كان جمعية تعاونية، صيدليات، فما في أي عذر أن أنا ما أقدر ألبس الكمام وأنا طالع. حتى بعض الأشخاص، بعض المرضى كانوا يشتكون يقول أنا عندي ربو، أنا عندي حساسية أو عندي جيوب أنفية، فالكمام يضايقني. قلت له ما أعتقد الكمام، هالقماشة هذه اللي تحميك من الالتهابات قد تعاني منها، احنا قاعد نلبسها على مدار الساعه، صار لنا اكثر من 8 اشهر، والكادر الطبي يعانون من الجهد اللي عندهم، ولكن لم نلاحظ اي شخص يشتكى من اعراض نتيجه لبس الكمام. نعم الدكتور علي. نتمنى من الجميع التعاون مع السلطات الصحيه، اتباع التعليمات الصحيه، وان شاء الله قد نوصل لمرحله نحارب فيها الفيروس ونغلب ان شاء الله. نعم طبعا بدورنا نضم صوتنا لصوتك دكتور، أكيد بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية. دكتور علي خاجة، استشاري طب العائلة، شكرا جزيلا لك، نورتنا في هذه اللحظة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. مشاهدينا فاصل أراجع لكم.
مشاهدينا، تتزايد أرقام الإصابات بوتيرة متسارعة لتتجاوز 43 مليون إصابة حول العالم من اليونان إلى ميلان مرورا ببرلين، حيث فرضت السلطات مزيدا من القيود في مواجهة التفشي المتسارع للوباء. نشاهد هذا التقرير ونرجع لكم. ما زال العالم يعيش لحظة العزلة التاريخية في زمن زحف فيه فيروس كورونا وأصبح حاكماً تنصاع لقوانينه الدول. وفي اليونان يحكم كوفيد-19 من قبضته مضاعفاً عدد حالات الإصابة في غضون أسبوعين، ما دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إعلانه عن إجراءات جديدة تهدف إلى وقف الارتفاع المقلق في الإصابات. كما بدت اليونان في فرض حظر تجول طوال الليل في مناطق التأهب القصوى، بما في ذلك مدن أثينا وسالونيك ومناطقها الأوسع التي تضم أكثر من نصف السكان. ومن اليونان إلى ميلان، والتي بدت شوارعها فارغة أشبه بمدينة أشباح مهجورة في الليلة الثانية لحظر التجول، حيث تجاوزت إيطاليا منذ ظهور الوباء في أوروبا 500,000 إصابة. كما هو الحال في شوارع العاصمة الألمانية برلين، حيث أغلقت مختلف الأنشطة وواجهت النوادي والمطاعم والمتاجر قيودا أكثر صرامة. كما سجلت ألمانيا ارتفاعا يوميا جديدا للإصابات بكوفيد-19. وفي حصيلة قياسية منذ أشهر، فقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 80,000 إصابة جديدة بالفيروس حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات على أراضيها إلى نحو أكثر من 8 ملايين منذ بداية الجائحة، وتعتبر الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً. أما في كولومبيا فقد تجاوزت حاجز المليون إصابة لتصبح ثامن دولة تخطى هذا الحاجز على مستوى العالم، مسجلة 1,000,000 وأكثر من 7,000 إصابة مؤكدة و30,000 حالة وفاة. وفي شوارع العاصمة سريلانكية كولومبو التي أصبحت فارغة، فقد أغلقت جميع أبواب المتاجر والمجمعات والأسواق في مسعى للحد من تفشي الوباء فيها. مشاهدينا، الحديث عن كورونا لم يتوقف ولن يتوقف حتى نجد اللقاح، لذلك ينضم إلينا عبر سكايب الباحث في الأدوية والصيدلاني بالمستشفى الأميري الدكتور أحمد يوسف شمس الدين. مساء الخير دكتور، نورتنا. مساكم الله بالنور. قد التوضيح، اسمي يوسف أحمد شمس الدين، أحمد يوسف اسم الوالد. نعم، والنعم فيك دكتور يوسف. دكتور يوسف، هالأيام قاعدين أو قاعد يكثر الكلام المغلوط عن حملة التطعيمات وأنها خطرة على الصحة، شلون ترد على هذه المغالطات؟ هذه المغالطات ما هي إلا امتداد لما يسمى بنظرية المؤامرة. ببساطة، التطعيمات هي ممتد استخدامها إلى تقريبا 300 سنة من قبل اليوم. يعني التطعيمات ما هي على سبيل المثال، هي موجودة لبرمجة الجهاز المناعي لاستهداف أي ميكروب محتمل ممكن يدخل إلى داخل أجسامنا. نأخذ على سبيل المثال ما يسمى بتطعيم الإنفلونزا الموسمية اللي موجود حاليا. تطعيم الإنفلونزا الموسمية ما هو إلا عبارة عن فيروس تم تعطيله، فهو غير قادر على أن يتكاثر وأن يحدث مرض داخل أجسامنا. يتم حقنه داخل أجسامنا، وبالتالي برمجة الجهاز المناعي لاستهداف الفيروس الحقيقي. إذا خالطنا أي شخص آخر يعني بإمكان أن ينقل إنا إلى الفيروس. ماذا ينعكس هذا عنا؟ ينعكس هذا عنا أن الأعراض المناعية عندنا تكون أقل، وبالتالي إحنا راح نكون غير محتاجين غالبا إلى الذهاب إلى المراكز الصحية. كيف ينعكس هذا على جائحة كورونا على سبيل المثال؟ حسب نشرة CDC أو ما يسمى بمركز الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية والعدوى، هذا في نشرتهم في 7 أكتوبر تقريبا، هذا ينعكس على شيئين. الشيء الأول أن إحنا ما راح نحتاج إلى الذهاب إلى المراكز الصحية، وبالتالي تقل فرصة المخالطة مع مرضى كوفيد المحتمل وجودهم في المراكز الصحية. الفائدة الثانية هي تخفيف الضغط على القطاع الطبي ليركز بشكل أكبر على مرضى كوفيد الموجودين والمحتمل تواجدهم، وبالتالي الخروج بأقل الخسائر وبأفضل الفائدة والنتائج. نعم دكتور يوسف، خلال الأسابيع الماضية تم اعتماد دواء الريسيفير من منظمة الدواء العالمية في أمريكا كعلاج لكورونا، هل فعلا هذا الدواء علاج ناجع للكورونا؟ وإذا كان كذلك، هل من شروط أو فئات معينة محددة لأخذ هذا العلاج فقط؟
نعم، هذا الدواء اعتمد في تاريخ 22 اكتوبر، يعني تقريبا قبل شهر اعتمد به في هيئه الغذاء والدواء الامريكيه مثل ما ذكرت. نعم، يبدو ان هناك مشكله في الاتصال. عندما نعم نعم، عودنا الاتصال بك دكتور، تفضل. نعم، عفوا، الدواء اللي اسمه ريمديسيفير على سبيل المثال، هذا الدواء تم اعتماده في تاريخ 22 اكتوبر على سبيل المثال من قبل هيئه الغذاء والدواء في الولايات المتحده الامريكيه. هذا الدواء على سبيل المثال له فعاليه اثبتت في التجارب الاكلينيكيه المحكمه والمنشوره في تجربه اسمها ACTT1 على سبيل المثال، هذه كانت تجربه عالميه اثبتت فعاليه هذا الدواء في تقليل الاصابه او تقليل احتماليه الوفاه في شريحه محدده لا سيما من مرضى كوفيد، وهم الشريحه اللي يسمونهم درجه 5 او سكيل 5. هذه الدرجه فيها المرضى يحتاجون الى كمام الاكسجين العادي، وبالتالي وصل نسبه النجاه عندهم الى ما يقارب تقريبا 70%. نعم، هذا الدواء فعال، ولكن اذا استخدم في الوقت المناسب للمريض المناسب في الجرعه المناسبه وللحاجه المناسبه. نعم دكتور، طيب بالنسبة للمسكنات ومهبطات الحرارة، هل تتسبب بتدهور حالة المصاب بكورونا؟ لا، هي من ابرز الادويه التي يعني يجب ان نعتمد عليها لا سيما في رعايه مرضى كورونا داخل المنزل، مخفضات الحراره، وعلى ابرزها هو ما يسمى علميا باراسيتامول او المسمى او في الولايات المتحده اسيتامينوفين، يعني هذا احد ابرز مخفضات الحراره. ليش احنا نحتاج الى مخفضات الحراره؟ لدعم الجهاز المناعي عند الشخص وتقليل الاعراض الجانبيه من المرض، وبالتالي يعني تحسين مكافحه هذا المرض عن طريق المناعه الطبيعيه للشخص المصاب. نعم، يعني هي آمنة للاستخدام ولا تسبب نعم أي أضرار. نعم، طيب بالنسبة لقيمة أدوية المناعة في علاجات كوفيد 19، ما رأيك؟ نقطة مهمة، أدوية المناعة أو ما يسمى بخفض المناعة على سبيل المثال مثل أدوية المشهور دكساميثازون على سبيل المثال، هذا النوع من الأدوية أثبت فاعليته للحالات المتقدمة في المرض. ليش؟ لأن في حالات المتقدمة للمرض في مرضى كوفيد احنا نستهدف شيئين، إما نستهدف الفيروس أو نستهدف تبعات الفيروس. تبعات الفيروس تكون عندما يكون هناك فرط في النشاط المناعي، يصاحب هذا الفرط في النشاط المناعي ما يسمى بالجلطات وتعطل وظائف بعض الأعضاء في جسم الإنسان. أحد أبرز الأدوية التي تخفض فرط النشاط المناعي هو على سبيل المثال ما يسمى ديكساميثازون، والذي أثبت فاعليته عن طريق تجارب كلينيكية اسمها ريكفري ترايلز تبع أو أجريت بإشراف جامعة أكسفورد. نعم، هذه الأدوية فعالة للحالات المتقدمة الحرجة والشديدة، ولكن يعني لا يحبذ أن نستخدمها في بداية المراحل أو في بداية أو في ظهور الأعراض البسيطة. ليش؟ لأن إحنا ما نبي نثبط المناعة الطبيعية اللي إحنا أصلا نبحث عليها لمكافحة الفيروس حتى لا يتقدم المرض. نعم، طيب ما علاقة أدوية السيولة بعلاج مصابين كورونا؟ خاصة هناك حديث يقول أن الكورونا قد تتسبب بتخثرات في الدم، فما العلاقة بين أدوية السيولة والعلاج؟ نعم، بلا شك، هذه طبعا من اول التقارير التي ظهرت من الصين تقريبا في اواسط مارس الماضي او في اواخر فبراير، كانت التي دلت على ان مرض كورونا يصاحب تبعات مناعيه مفرطه، وهذه التبعات المناعيه المفرطه كذلك يصاحبها ما يسمى بارتفاع احتماليه وجود تجلطات. من ضمن هذه الاشياء كذلك اللي يعني بعض القراءات المخبريه التي تثبت هذا ما يسمى بدي دايمر على سبيل المثال، وجود طبعا استخدام مسيلات الدم او مضادات التجلطات هذا يخضع لماذا؟ يخضع لنتائج التقارير او نتائج التحليلات المخبريه. التحليلات المخبريه هي التي تبين هل هذا الشخص في عرضه الى ان تحدث عنده تجلطات او لا تحدث عنده تجلطات، وبناء على هذه التحاليل المخبريه يتم تحديد ما اذا كان الشخص سيتلقى مخفضات او موانع التجلطات او ليس بحاجه لموانع التجلطات. نعم، التجلطات هي احد التبعات الموجوده والشائعه والمحتمله لا سيما في الحالات الشديده والحرجه لمرضى كوفيد. نعم دكتور، بعيدا عن عالم الأدوية، كيف يمكن أن نعزز المناعة لدينا؟ احنا نعزز المناعة اول شيء عن طريق الوقاية والتوعية. احنا لازم يعني يجب ان تكون عندنا توعية جيدة، ويجب ان يكون عندنا وقاية جيدة من ان نصاب في هذا المرض. مضافا الى هذا كله هو ان الشخص نفسه يجب ان يتناول الغذاء المناسب، الغذاء المتزن بمعنى الكلمة، وهذا كله يدعم المناعة عند هذا الشخص. نعم، طيب دكتور، هل اختلفت بروتوكولات العلاج لكوفيد 19 منذ ظهوره حتى الآن؟
بلا شك، طالما انه هو كما سمي في بدايه وما زال يسمى، هو يسمى الفيروس او مرض كورونا المستجد، فهذا طالما انه مستجد فهو يعني ياتي بالجديد من 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 خلال الدراسات التي تظهر. في لو تلاحظين في بدايه المرض كان في بدايه الحالات كان عباره كان المرض يسمى مرض او التهاب الجهاز التنفسي او التهاب الرئوي الغير معروف، ثم تم التعرف على الفيروس، ثم تم التعرف على تبعات الفيروس اللي من ضمنها مثل ما تفضلتي هي وجود الجلطات، ثم يعني تبعات اخرى على سبيل المثال وجود التهابات والتهابات مفاصل وارتفاعات في احتماليات اخرى مثل تعطل وظائف الاعضاء الحيويه. هذا كله كل ما تم اكتشاف تبعات مرضيه جديده للفيروس يتم اكتشاف فائده او قيمه جديده للعلاجات المضاده لهذه التبعات. طبعا دكتور حابين ان نختم معك ببشرى قد تكون ساره اذا كان هناك عن مراحل تطور الدراسات حول اللقاحات حتى الان. نعم بلا شك، في الوقت الحالي هناك ما لا يقل او قرابه تقريبا 10 لقاحات في مراحل متقدمه في التجارب الاكلينيكيه، ومتوقع ان تثمر هذه التجارب الاكلينيكيه عن اعتماد او اجازه يعني سبق وان اجيزت بعض التطعيمات على سبيل المثال في الامارات العربيه المتحده الشقيقه، ولكن متوقع ان تتاح هذه التطعيمات قريبا جدا، ومتوقع ان تتاح ان شاء الله للعامه في 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 بعض الدول او كل الدول ان شاء الله بدءا من قبل نهايه هذا العام ان شاء الله. نعم دكتور يوسف، كلمه اخيره حاب انك توجهها لجميع من يشاهدنا الان. كلمة أخيرة بصراحة، احنا يعني أنا كصيدلاني بداية أود أن أوجه الشكر والعرفان لجميع الزملاء الصيادلة ولا قصورا في الزملاء في القطاع الطبي. للأمانة الزملاء الصيادلة يقومون بمجهود عظيم جدا، وقلما تكون هناك يكون هناك تركيز إعلامي على مجهودهم. الزملاء الصيادلة موجودين من المحاجر حتى المستشفيات. لعل أبرز الأمثلة اللي أنا أشاهدها تقريبا بشكل يومي للأمانة، الزملاء الصيادلة في مستشفى العدان للأطفال على سبيل المثال، هو أحد المستشفيات التابعة لمنطقة الأحمدي الصحية، وهو موجود كذلك، هو عبارة عن شراكة قطاع الحكومي والخاص، وموجود في مستشفى الكويت حاليا. للأمانة يعني لك أن تتخيلي هو مستشفى كامل للأطفال. نعم. يدار تقريبا بعشر صيادلة، عشر صيادلة يقومون بكل مهام اللازمة لمستشفى الأطفال، بمعنى رعاية العيادات الطبية اليومية، رعاية المرضى اللي مقيمين في المستشفى، ورعاية الحوادث الطبية على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع دون توقف على فقط 10 صيادلة. هذا يبين، هذا مثال بسيط على مجهود الصيادلة اللي موجود في القطاع الصحي الممتد مثل ما قلت لك من المحاجر إلى المستشفيات، واللي يعني للأمانة يشكرون عليه، والله يعطيهم الصحة والعافية. وأفتخر أنا بصراحة يعني أن أكون واحد من القطاع الصيدلاني في الكويت أو أثناء هذه الجائحة أو في العالم كله للأمانة. نعم يعطيكم العافية وقواكم الله، وطبعا نشكر جميع الكوادر الطبية في الكويت على عملها الدؤوب لمكافحة هذه الجائحة، الباحث في الأدوية والصيدلاني بمستشفى الأميري الدكتور يوسف شمس الدين، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. حياكم وبياكم، عفوا، وإن شاء الله نشوفكم على خير. يعطيك العافية. إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، بس قبل ما نختم حلقتنا ونودعكم نرجع ونذكر الحذر والحرص واجب والمسؤولية مجتمعية في مواجهة هذا الوباء. المسؤولية ما تستثني شخص عن شخص أو جهة دون أخرى، الجميع شريك اليوم في المسؤولية، في التكاتف، في التعاون، لنعيش بأمان ونحافظ على نفسنا ونحافظ على من حولنا. نسأل الله أن يكشف عنا البلاء ويصرف عنا الوباء. إلى اللقاء.